اليوم من يطلع السيد رئيس الجمهوريه ويداعي بتغيير المناهج بشكل عام، اللي هو هذا العنوان الفضفاضه اللي هو لا راس ولا رجلين، كان الاولى بالسيد رئيس الجمهوريه ان يتكلم عن الواقع التربوي عموما في العراق. الواقع التربوي هو ليس كتاب يقرا فقط، هي راحله تبعد عليها، هي صف محترم تبعد به، وتكييف وصبورة لائقة تشرح عليها، هو مدرس مدرب بصورة جيدة يطلع المادة للطالب، هي مجموعة عوامل تصل بالطالب إلى مرحلة النجاح الفكري. هي مو نجاح درجات، هي مو مجموعة تجيب 5 أو 10 أو 15، هي إنه شلون توصل الطالب إلى إنسان ناجح بالمجتمع، إلى عنصر فعال بالمجتمع. هذه وظيفة المنظومة التربوية التي مع الأسف الكل يتغاضى عنها، ولاحظ أنه كل التعليقات وكل التصريحات التي تصدر من مسؤولية الحكومية دائما تصدر باتجاه المفاصل اللي بها فلوس. يعني أنت تقول يوم رئيس الجمهورية يحكي على المناهج، لأن المناهج تعرفون جنابكم عملية إعادة هيكلة المناهج أو تغييرها فهي عبارة عن بحر من الأموال بين التأليف والتطبيع والطبع والتنقيح وإعادة التنقيح والطبع مرة ثانية، وعبارة عن ملف يعني أتوقع لا يخفى على أحد على مدى سنوات كنت تنادي بملفات فساد الطبع في وزارة التربية. فبالتالي هذا الملف لا يحتاج إلى فخامة الرئيس أن يتدخل بين هو ما راح يطبعون ملفاً ما يقولون لك لا هو ما حد يقدر يتحدث بالواقع التربوي وهو في موقع المسؤولية إلا عن المناهج التربوية اللي هي مثل ما قلنا مصطلح فضفاض. يعني السيد رئيس الجمهورية لا تطرق القضية الطفل أحمد حسين عوفه، ما تطرق إلى الدوام المزدوج الثلاثي والرباعي، ما تطرق إلى الصفوف الغارقة بالمياه، ما تطرق إلى التلاميذ وهم يفترشون أرض ترابية حتى يمتحنون وكأنما في ساحة عرضات في مدرسة أم النخيل بالناصرية. هذه حقول ألغام ما يقدر يتحدث بيها لان ماكو شيء يعني يبيض الوجه مثل ما يقولون هن. انا اسف لمقاطعتك بس حقيقه كلام حضرتك مثير جدا، انه فخامه الرئيس ما تطرق، لا هو ما تطرق لمشكله اكبر بكثير من هذا اللي تفضلت به جنابك، انه ما تطرق انه التعليم بالعراق خارج التصنيف الدولي. يعني هاي كارثه عظيمه اللي هي حقيقه التعليم بالعراق، ما تطرق إلها، ما تطرق إلى أنه هو عنده مدارس بالعراق بالقرن 21 عنده مدارس خيامية ومدارس كرمانية ومدارس طينية ومدارس على السقوط ومدارس في ساحات، زين هاي اللي ما تطرق إلها. إذا عن أي تعليم نتكلم؟ يعني إحنا نوبات يقول لك تبكي أنت تظلم المؤسسة. سيدي الكريم والله الكريم وأنا أعيدها للمرة الألف وأكررها، افضل شيء لحل مساله التعليم بالعراق هي الغاء وزاره التربيه، حل هذه الوزاره افضل انقاذ للتعليم بالعراق هي حل وزاره التربيه وتاسيس المجلس الاعلى للتربيه والتعليم بالعراق. صدقني هذه الوزاره وصلت الى مرحله من الانهيار بحيث لا يمكن اصلاحه. طيب. قد دخلتها ماده الفساد والفشل والمحسوبيه الى ان اطاحت بها جميعا. اليوم المدارس الكل يعرف ان المدارس غير صالحه للتعليم، يعني والمعلم مع جل احترامي كنا احنا نحتاج معلمين، لكن المعلم اليوم مع الاسف لا وضع المالي يسمح له ان يكون معلم مجتهد، لا وضع الاجتماعي وكذلك حتى وضع العلمي، حتى وضع العلمي لا يسمح له انه يكون معلم مجتهد. يعني حقيقه المؤسسه التعليميه بالعراق وصلت الى الموت السريري من زمان. والاستاذ يعني حقيقه كريم السيد الغفن قلنا قرينا عليه الفاتحه، سيدي الكريم احنا دفناها من زمان مو قرينا عليه الفاتحه. طيب.